ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي المتابعين في كل مكان، اليوم وفي هذا المساء نكحل أنظاركم بهذه المناظر الخضراء الجميلة من قرية القرفي الجهة الجنوبية وفي خبت البديع القرفي بالتحديد. فما أجمل الصورة وما أجمل الخضرة، هاي تفتح النفس صراحة. والخضرة دائم قال ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. فما أجملها من مناظر جميلة، وأنا دائما أحرص على كل منظر جميل أرسله لحبائبي وأنزله من أجل الاستمتاع به أنا وهم كذلك، لأن ما يعجبهم يعجبني وما يعجبني يعجبهم كما يقولون. فالحمد لله أعزائي المتابعين، وجدت لكم هذا المنظر الجميل في هذا الوقت وفي هذه الجهة الجنوبية. يعني ما شاء الله تبارك الله، المكان واسع وبعيد ونصوره من كل الجوانب ما شاء الله تبارك الله. يعني صراحة حاجة نحمد الله ونشكره على هذه الخضرة ونعمة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وشوف الخط الترابي بينها، بين هذه القطعتين في خط الترابي بينها، ترى عشان راعي السيارة يجي يخش من هنا يعلف ويروح بيسوق للسوق إذا في عجور ولا شيء، أو يعلف لدوابه منه ويروح ما شاء الله. والقطعتين كلها متجاورة ومتباعدة، يعني شمالا شرقا جنوبا كلها. فالحمد لله رب العالمين، نقلنا لكم أعزائي أحبائي هذا المنظر الجميل اللي هو مزارع الذرة في قرية البدع والقرفي. أتمنى من الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه ويسعدنا وإياكم. ولا تنسونا من الاشتراك واللايك، وخصوصا المشتركين الجدد عليهم تفعيل الجرس، والله يحفظكم.